النهارده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طلع وادى تعليمات لشركات المحمول ان لابد انها تخطر اللي بيستخدم التليفون بالذات الكارت لما يشتري الرصيد ويشحنه سواء عن طريق كروت الشحن او باي وسيله تانية ان تختاره باي خصومات او مديونيات هتتخصم منه ان وجدت. وقال ان الخصومات دي حاجه زي الضريبه او مقابل الخدمات الترفيهيه او خدمات سلفني وغيرها يتبعت اس ام اس رساله نصيه توصل للمستخدم فور الشحن مجانا. الخطوه دي تضمن سلسله قرارات بياخدها الجهاز عشان يحافظ على حقوق المستخدمين. الجهاز اصدر سلسله قرارات تنظيميه مؤخرا لتنظيم السوق ومنح العملاء ادوات تتيح ليهم الحصول على حقوق من شركات المحمول زي تعيين رقم واحد لإلغاء الاشتراك في الشركات بغض النظر عن الشركة اللي العميل تابع ليها. خلوني أرحب بالمهندس محمد إبراهيم رئيس قسم الحوكمة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. أهلا وسهلا باشمهندس. خير يا فندم ومساء الخير على السادة المشاهدين. مساء النور على حضرتك باشمهندس. يعني القرارات الأخيرة دي واضح أنها معمولة مدروسة كلها مع حاجات حصلت وحاجات بتحصل وحاجات هتحصل عشان خاطر حقوق المستخدمين او حقوق المستهلكين. ايه اللي في جعبتكم في الفترة دي كمنظومة على بعضها؟ كلام حضرتك مظبوط يا فندم. احنا فعلا في سنة 2020 في خطة استراتيجية الجهاز وضحها للحفاظ على حقوق المستخدمين ولتوعية المستخدمين عن كثير من الخدمات. وزي ما حضرتك قلت كده كان في 2020 ابتدينا بقصة كمان نقل الأرقام. كان عندنا مشكلة إن أي حد عايز ينقل من شركة لشركة كانت بتاخد إجراءات كبيرة، ابتديناها وسهلنا الإجراءات. بقت خلال 24 ساعة في بداية السنة عملنا قرار جديد اللي هو الكود نجمة 155 شباك. كان كثير من العملاء بيعانوا من اشتراكهم في بعض الخدمات ومش عارفين يخرجوا منها. الكود ده بقى كود موحد على كل الشركات. عندنا النهاردة حوالي 2 مليون عميل استخدموا الكود ده وقدروا يعرفوا ايه الخدمات المشتركين فيها، ولو عايزين يكملوا نجمة 55 شباك. نجمة 155 شباك. نجمة 155 مظبوط يا فندم. اللي هو رقم الجهاز. هو رقم الكول سنتر بتاع الجهاز هو 155 شباك. ضفنا ليه نجمة وشباك عشان يبقى رقم يو اس اس دي يقدر العميل يستخدمه. الرقم ده مجاني. 2 مليون دخلوا على الخدمة دي. تمام. كملنا سلسلة الإجراءات زي ما حضرتك بتقول. النهاردة بالقرار اللي طلع ألزمنا شركات المحمول كان الشخص بيشحن كارت الشحن، وده عندنا 95% من العملاء النهاردة بيستخدموا كروت الشحن سواء عن طريق كروت الشحن التقليدية أو أي وسيلة أخرى. وكان ما بيجي يشحن بيلاقي الرصيد بتاعه نقص أو مش زي ما هو متوقع الرصيد ينزل. فأجبرنا شركات المحمول تديله رسالة بفور الشحن على طول وتقول له إيه الخصومات اللي موجودة سواء كانت ضريبة دمغة أو كان مشترك في بعض الخدمات والخدمات دي ما تخصمش الفلوس بتاعتها نتيجة إن هو ما كانش عنده رصيد، أو خدمات سلفني هو مشترك في خدمات زي سلفني وغيرها. بتجيله رسالة نصية بكل الخصومات دي وبيعرف إيه الخدمة المشترك فيها وبالتالي ممكن يخرج منها أو يكمل زي ما هو يحب. دي كده في إطار الشفافية للعميل. يبقى ده بعد ما يشحن مش قبل ما يشحن. يعني هو راح يشحن ب 50 جنيه اتخصم منه ال 10 جنيه عليه العوض في ال 10 جنيه، لكن هيعرف إن هو اتخصم منه 10 جنيه عشان كذا وكذا وكذا. كان الاول بيتخصم المبالغ دي وما بيعرفش ليه المبالغ دي راحت عليه. فبيبدا يبص حتى لو في خطا، يعني حتى لو في خطا في الخصم هيبقى عنده وسيله يعرف هو الخصم ده راح فين، فيقدر يتصل بالكول سنتر او يتواصل مع الشركه ويقدر يحل الموضوع ده. او لو كان مشترك في خدمه مش واخد باله منها برضه هيعرف الخدمه دي فيقدر يلغيها. يعني وسيله للشفافيه ان كل حاجه تبقى واضحه للعميل. طب رد فعل الشركات لده، هل الشركات مبسوطه من ده، متضايقه من ده، هل ده بيخسرها ولا ايه اللي بيحصل؟ احنا بداية الخطة زي ما قلت لحضرتك من بداية 2020 وعندنا خطة قومية بيتبناها معالي وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي للجهاز كلها في حقوق العاملين. وللأمانة كل الشركات متجاوبة جدا في هذه القرارات، لان الهدف برضو شركات المحمول من صلاحها ان العميل يكون راضي ويكون مشترك في الخدمة اللي هو عايز يشترك فيها وكل حاجة في اطار الشفافية. فكل القرارات اللي بننزلها على الفور الشركات بتلتزم بيها وتنفذها في كل القرارات اللي احنا خدناها في هذا الاطار. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس محمد إبراهيم رئيس قسم الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.